أستاذة شيرين، أنت محتاجة حاجة أساعدك فيها؟ لا يعني مش محتاجة أشتري لحياتك أي حاجة. أصلاً شفت حياتك خرجتي ودخلتي كده على طول. ما شكرا. يا نيلي ما بترديش ليه؟ جت اخرج انت بقى بسرعه، اخرج بسرعه. انت عندك لسه بتعملي ايه؟ قلت لك جت خلاص، روحي بقى على اوضتك. لا لا انا خلاص دخلت اوضتي. دخلت الاوضه عندك ازاي؟ امال مين اللي انا شايفه ده دلوقتي؟ دي تلاقيها شيرين. شيرين؟ شيرين ازاي؟ شيرين واقفه قدامي هي ومشهاب. ايه ده؟ طب استنى كده. كده ان مفيش حد. مين اللي فوق؟ تكون فريدة؟ لا لا مدام فريدة اصلا مش في الدار، خرجت. ايوه صحيح، فريدة ازاي؟ لا فريدة لسه داخلة قدامي دلوقتي، مش ممكن تكون لحقت طلعت كده. انا متأكدة ان مفيش حد. طب اقول لك ايه، سلام. طيب دلوقتي ايوه ادخل. مساء الخير. مساء الفل. ايه ده يا هناء لسه ما جاتش؟ لا في كافيه هنا كده جنب الدار مع احمد خطيبها وزمانها جاي. طب ممكن اطلب منك خدمه؟ اتفضلي. ممكن ابره وخيط بس كده؟ عينيا الاتنين. ودي يا ست احلى ابره واحلى خيط في الدنيا كلها. اتفضلي. مساء الخير. مرسي. مساء الفل. كنت فين؟ انا لسه كنت عندك في الاوضه من شويه. ايه ده انا هنا من بدري. ايوه انا لسه مقابلاها عند الباب وداخلين مع بعض. ده من 10 دقايق بس. ما انا كنت بغسل بلوزه. طيب متشكره قوي وهبقى اجيبهم لك. اقول لك ايه؟ ايه؟ انا كنت في اوضه شيرين. كنت في الاوضه هناك تعملي ايه؟ اصل انا قررت اساعد الاستاذ رأفت وقال لي افتش في اوضتها يمكن نلاقي حاجه. وعملت ايه؟ لقيت حاجه. اللابتوب طلع عليه باسورد معرفتش افتحه. عارفه هناء معاها فلاشة عليها برنامج يفتح أي باسورد، عشان هي مدهولة ودايماً تنسى الباسورد بتاعها. أحمد خطيبها جاب لها فلاشة عليها برنامج يفتح أي باسورد. إنما إيه؟ تحفة بجد. طب أنا عايزاه يمكن نوصل لحاجة. أقولك على حاجة. قولي. أنا لما دخلت أوضتها قلبي اتقبض، معلقة صور غريبة قديمة قوي. صور إيه دي؟ صورها؟ لا مش صورها، مش عارفة أوصفلك. صور كده ملهاش ملامح، غريبة. واحدة غبية وغريبة وصور غريبة وقوض غريبة، أكيد غبية زيها. عندك حق. تمام. أنت اللي بدأت. لا يابا مش محتاجين حاجة، بس أنت تعالى على طول بس متأخرش. سلام. هي دي الحاجات اللي هم عايزينها.
ويلا بينا عشان ما نتأخرش. هو انت مستني حد؟ نيلي تليفونها مقفول من الصبح، انا قلقان قوي. تليفونها مقفول؟ هتقلقني ليه؟ ما اكيد يعني ما عندهاش شبكه او تليفونها فاصل، واكيد لما يفتح هيجي لك رساله. يلا يا عم مارو. الدنيا غنوه نغمتها حلوه، بنغنيها ونتربيها. الله حلوه قوي الساعه دي يا بنت الايه، اكيد دي هديه احمد ليك. ايوه. ايه الحاجات الحلوه دي؟ ميرسي. دي شبكتك؟ لا شبكتها ايه، شبكتها دي حاجه تانية، دي هديه احمد ليها. مبروك. الله يبارك فيك. وناوين بقى تعملوا الفرح امتى؟ مش تعزمينا ولا ايه؟ لا ازاي يعني، اكيد هعزمك، بس ده لسه بدري، لسه 3 شهور. ايه ده؟ وبكده خلاص حددتوا ميعاد الفرح؟ اه لما نسافر احمد هيكلم تيتا وان شاء الله هيحدد الميعاد بسرعه كده. طب والشقه؟ صحيح بسرعه كده ليه؟ يعني قصدي انه ايام الخطوبه بتكون احلى ايام. صدقي فعلا عندها حق. اصل احمد مستعجل، وبعدين الشقه خلاص خلصت، وانا هروح بشنطه هدومي بس يعني. الف مبروك يا حبيبتي، انا فرحانه قوي. الله يبارك فيك يا حبيبتي، وعبالك وعبالك انت كمان. انا قلت لك حاجه تزعلك ولا ايه؟ ايوه طبعا عقبالنا ايه، بس احنا يا ستي مش عايزين يضحك علينا، احنا عايزين نعيش حياتنا. الف مبروك، ابي يعزمينا في الفرح ان شاء الله. انا مصدومه بقى بزميتك دي شيرين، شكلها طيبه قوي. ممكن تكون في الاول كانت عاوزه تخوفنا، ولما اتاكدت مننا كويس قوي وعرفت اننا بنات مؤدبه بقت تعاملنا كويس. مع ان نيلي امبارح خوفتني منها قوي. لا طبعا ازاي يعني، طب ما احنا كلنا كنا بنخاف من طريقتها. بس انت ما لاحظتيش حاجه؟ ايه؟ انا اول ما قلت لها عقبالك حسيتها كلها اتغيرت على بعضها. ما انت عامله زي المدب يعني، انت شايفاها فايتها قطر الجواز تقولي لها عقبالك حبك يعني. طب تفتكر القطر فاتها بمزاجها ولا ما حدش عبرها اصلا؟ لا ممكن يكون في حد كتير قوي تقدم لها وعايز يرتبط بيها، بس معاملتها هي اللي طفشته. يمكن. يلا بقى عشان عندنا محاضرات، واحمد واقف تحت قدام الباب الفيلا مستنينا. يلا قومي. زي باقي البنات مع اني احلى منهم، هو المفروض احب؟ الحب ده بيبقى ازاي؟ Thank you.
شيرين. شيرين. مالك يا حبيبتي؟ مالك؟ هو أنا ليه ما بيجيليش عرسان؟ الجواز اسمه ونصيب يا حبيبتي. يعني هيجيلي عريس؟ لو عايزة تتجوزي من بكرة أنا مستعدة أجوزك. أنا أنت عايز تخلصي مني. عايز تخلصي مني صح؟ أنت عمرك ما هتتغيري. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير يا منى. صباح الورد. يلا عشان ما يتأخرش. يلا. ده أحلى صباح. نور يا منى. طب هو حب فيها ايه؟ ما فيهاش حاجة تتحب. هو شكله ابن ناس اكيد لفت عليه. عرفت ازاي تخليه زي الخاتم في صباعها. واقف مستنيها وجايب لها ورد. حظها. وانا ليه ما حصلش معايا كده؟ انا احلى واغنى. انا احسن منهم كلهم. في حاجه غلط اكيد. في حاجه غلط. انا شيرين موسى دليل. احسن واحده في البنات كلها. مين اللي ناقص؟ في حاجة غلط. في حاجة غلط. في حاجة غلط ولازم تتغير. شايفة من رمضان ان ربنا ان شاء الله يكرمنا يا رب ونبقى كده ممثلين قد الدنيا يا تكر. رب يا عم هو اللي وراك بس رد عننا قدامنا على طول الحلوين انت بس حب وتنيل وانت تبقى زي الفل يا رب يا رب دعوة ان شاء الله مش عايزين نجهز بقى وقت عمال يا الحكومة هنا بتعمل ايه؟ رحيم فين؟ هو في ايه؟ في بنت ماتت جوه ماتت؟ مين اللي ماتت؟
انتوا شغالين هنا؟ لا احنا قريب عم رحاب الجنايني وقاعدين عنده. طب اتفضلوا هنا لغايه ما الباشا يخرج. طب انا ينفع ادخل؟ لا ما ينفعش. اتفضلوا بس هنا لغايه ما الباشا يخرج. تعالى يا مروان تعالى. ازاي؟ مين اللي ماتت؟ قررت الانتحار. طب هي ازاي طلعت وتعلقت كده؟ لو حد طلعها اكيد هيبقى فيها اثار للمقاومه، بس مفيش اي دليل على كده. هي كل الدلائل بتقول انها واخده منوم، فاكيد حد شالها وعلقها وبعدين سابها ومشي علشان يبانوا انه انتحار. هنعرف من تشريح الجثه لو واخده منوم. ما تلعب يا ابني بقى. دش. ده انت محظوظ يا زقه. شيل الجهار. ايه ده؟ مش دي بنت صابرين؟ بنت الكلب؟ اه بنت الكلب. اجري وراها الحق قبل ما تزوغ. خد يا بت الحق، دي جهدي في طواطم. خد يا بت. كنتوا فين امبارح؟ يا فندم احنا ما بنتحركش من هنا. ما رحناش في حته. انتوا بتناموا فين؟ احنا بننام حضرتك في الجنينه، في الاوضه بتاعت ابويا اللي في الجنينه اللي بره. هو مين اللي مات؟ دي نيلي. نيلي ماتت ليه؟ ماتت ليه؟ ازاي ده حصل؟ ازاي ده حصل يا فندم؟ دي كانت لسه معايا امبارح، والمفروض ان احنا كنا نتقابل النهارده. ايه ده يا مروان؟ انا لله وانا اليه راجعون. استغفر الله. ده جالها اكيد. لا حول ولا قوه الا بالله. ازاي ده حصل؟ ازاي ده حصل يا فندم؟ انت تعرفها كويس؟ اعرفها كويس جدا. هو لحد دلوقتي انتحار لانها سايبه رساله بكده. تنتحر ليه؟ ايه اللي خلاني تنتحر؟ ايه ده يا مروان؟ ايه اللي حصل؟ هي اللي عملت كده في نفسها؟ آخر مرة اتكلمت معاها قالت لك إيه؟ وحالتها كانت عاملة إزاي؟ يا فندم أنا زي ما قلت لحضرتك، إحنا كنا إمبارح بنتكلم والمفترض إن إحنا النهاردة نتقابل مع بعض، بكلمها طول اليوم تليفونها مقفول. مين آخر واحدة شافتها؟ أنا كنت سهرانة في عيد ميلاد، رجعت متأخر ما شفتش حاجة. وانا كنت في مشوار ورجعت الساعه 7 وسالت ام شهاب عليهم، قالت لي البنات كلها في اوضه. هي نيلي رجعت الساعه كام؟ تقريبا 7:30. يا فندم باشا، هو انا ممكن اتكلم مع حضرتك على انفراد؟ اتفضل. انتي وهي تيجي ورايا على الاسم عشان نكمل المحضر. وريت تبلغوا البنات اللي هنا اني هاجي اكمل معاهم التحقيق. هراعي ظروفهم ومش هجيبهم الاسم. قول لهم يبقوا موجودين هنا الساعه 7. ماشي؟ ايه ده يا مروان؟ انت اكيد ما لحقتش تحبها يعني؟ اه والله على رايك يا عم، هو لحق يحبها اصلا؟ مهما اقول لكم مش هتصدقوا.
نيل دي كانت بالنسبة لي حاجة غريبة. أنا كنت فاكر إن أنا بحب وردة، لكن اكتشفت إن أنا كنت متعود عليها بس بحكم إنها جارتي. لكن نيلي، نيلي أول ما شفتها حصلت لي حاجة غريبة، حسيت إن أنا بحبها، حسيت إن أنا بحبها بجد، وحسيت كمان إن هي بتحبني. أنا مش قادر أصدق إنها ممكن تكون انتحرت، مش قادر أصدق. أكيد في حاجة غلط، أكيد يا عم مروان. الموضوع مش في أكيد إن في حاجة غلط، الموضوع إنها انتحرت، يعني ماتت كفرة. شت يا مروان، الضابط أكيد مش هيكذب. دول بيقولوا إن الأهلها كاتبة جواب إنها انتحرت عشان زهقت من الدنيا، وكمان كانت خايفة تسقط في الكلية. زهقت من الدنيا؟ زهقت من الدنيا ليه؟ شافت إيدي في الدنيا عشان تزهق منه؟ امبارح اتكلمنا واتفقنا ان احنا النهارده نتغدى مع بعض، وعدت ان هي تيجي معايا التصوير عشان تفرج عليا وانا بمثل. معلش يا مروان، هي بتتفرج على التصوير بس المره دي مش بالالوان، يا ابيض يا اسود. عم ريحان جه اهو، حمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه يا ولاد مالكوا في ايه؟ في ايه يا مروان يا ابني؟ فين؟ ما حد يرد عليا. ايه ده يا عم، مفيش حاجه. هو انت مش كنت جاي امبارح بالليل؟ ايه اخرك؟ يا ابني ما كنتش اقدر اسيب خطك ام مروان لوحدها، استنيت لما واحده من الجيران قعدت معاها. فين يا مروان؟ تعالى يا عم، تعالى وانا افهمك على كل حاجه. يلا دول شو مزرد. تعالى هتعم او يا رب. تعالى هلوسه. هسجل كل حاجة بالفيديو عشان لو في حاجة تخص سحر الأستاذ رأفت يتعرف عليها. دلوقتي أنا هخرج من الأوضة بعد ما اتأكدت إن شيرين خرجت ومشهاب وفريدة نايمين.